من بن نصر إلى بو نجاح الذي كسر سيامه عن التهديف في الدوري القطري بثلاثية في مرمى الأهلي القطري في فوز فريقه الكبير يا أمين بتسع أهداف كاملة في هذه المباراة. بو نجاح الذي لم يسجل طيلة 10 مباريات كاملة في الدوري القطري بالضبط منذ يوم 9 ديسمبر الماضي. نعم، أخبار سعيدة لهذا اللاعب وأخبار سعيدة للمنتخب الوطني الجزائري والناخب الوطني أيضا الذي يتابع كل اللاعبين، خصوصا اللاعبين الذين استدعاهم في التربص الأول للمنتخب الوطني الجزائري. ثلاثة أهداف ربما ستكون نقطة الاستفاقة ونقطة تحول في مشوار أو في موسم بو نجاح الذي لم يكن موسما مميزا عكس العادة. تخيل أنه سجل 8 أهداف فقط هذا الموسم، لذلك من الجيد أن يعود لمعانقة الشباك. هذه أمين أول ثلاثية له كبديل في مسيرته الاحترافية وأول لاعب بديل يسجل ثلاثية في دوري نجوم قطر هذا الموسم. وللتذكير فإن بو نجاح سجل 10 ثلاثيات في مسيرته في الدوري القطري. معروف بو نجاح يعني هداف قناص، ولكن ما كاش حاجه تضر مهاجم. لما تكلمت انت قلت 10 جولات ما سجلش، يعني كانت وزن ثقيل عليه. اليوم بهذه الثلاث اهداف هذه راح يتحرر وان شاء الله يعاود يولي الواجهه، نشوفوا بو نجاح الهداف العادي لقطر. نعم، اهتمامات من نادي الشباب السعودي أميدو يريدون جلب بو نجاح. بعض يتحدث بأن الصفقة قد تتم في الأيام القليلة القادمة. كان فيه اهتمام في الميركاتو الشتوي الماضي، كان غالب جدا من الوصول إلى الدوري السعودي أو قد يعود للأندية لأحد الأندية الجزائرية الموسم القادم. كل شيء ممكن في كرة القدم، توتي بوسيبل، ما نقدروش نعرفه. نعم، أين تتمنى أن تراه؟ ما نتمناش نرى، ما نتمناش يلويه كي ديسيد ساكايا. عندك معلومات لما تتحدث عن الأندية الجزائرية؟ ربما قد يكون قد يعود ربما إلى مولودية الجزائر. لا نقال، ما نقول لك لا المولودية لا اليسمى لا سيربي لا جياسكا، لكن ربما يبقى مجرد اقتراحات. عنده اقتراحات هذا اللعب من أجل العودة للعب في البطولة الوطنية الموسم المقبل. نخليه كل شيء في وقته أفضل. نعم، نذكر بأنه بو نجاح لعب 68 مباراة مع المنتخب الوطني الجزائري. أمين عنده معلومات؟ أكيد. شوف أنا محمد، أنا ما نهدرش كصحفي، نهدر كمتابع لكرة القدم. كي نشوف ميدو يتحدث بهذه الطريقة ونشوف الملامح تاعو، عارف بلي مولودية الجزائر. مولودية الجزائر. علاش سبيسيالمون مولودية؟ بالك يلعب في اليسمى، بالك يلعب في سيربي، بالك جيوسكا العام الجاي دير كومبا. لأنه معروفة ثنائية بو نجاح بلايلي. بو نجاح بالعمري، أصحاب ليكيب تمشي بالليلي. لكن يبقى هذا مجرد اقتراح فقط. ممكن، لا قلت راح يجي، ممكن، لأنه حتى الدوري السعودي مغري. يلعب شباب سعودي، يلعب مراكيتيتش، الأموال في قطر. هل تستطيع الأندية الجزائرية أن توفر له؟ لا، أتكلم يعني عن عرض الأهلي مع ربما أي عرض. لما توضع الأندية الجزائرية مع الأندية السعودية ما راكش تحطهم في نفس الكفة، لكن رم إن أراد العودة للبطولة الوطنية لنادي ما ولا الفريق ما في البطولة، هو اللي لازم يضحي بالأموال من اجل، لانه مستحيل امبوسيبل تقدر دير ليكيفالونس اليوم في الشباب السعودي كم سيتقاضى، وين وقع في الجزائر كم سيتقاضى. حنا فهمك العفسه، حنا حبينا نديروا شامبيونه قويه بلاعبين تاع الصرف. والله سانسيرمون تحت بالعاميه خير، حنا حبينا نديروا شامبيونه بويسون. بصح نقعدوا نحكيو فلان يدي 600 مليون في شهر، فلان يدي 900 مليون في شهر. علاه؟ لا كي كون تو فا ان شامبيونه فو فغم. كان يستاهل معليش. لا احنا ما يستاهل. اسمح لي، احنا ما يستاهل. اما لاعب ما يقدرش يدير 2 تمريرات في المباراه يدير 300 مليون. لاعبين الجيدين لا مجنون ولا عاقل. لاعبين الجيدين يتقاضوا اموال قويه. اليوم لما نادي يحب يجيب بغداد بو نجاح شحال راح تعطي له في الشهر؟ 250 مليون في الشهر. وتقول له هو يخلص 250 بزاف. لا بطوله قويه بلاعبين اقوياء يخلصوا مليح. لما تشوف في اوروبا البطولات في انجلترا مثلا، ما ناش نقارنوا اللاعبين، كل واحد وسمته، كل واحد وشحال يدي شهريا اسبوعيا، لانه تختلف الامكانيات. انا نوجه رساله لبغداد، نقول له بغداد حتى يعطوك 10 ملايين في الشهر ما تجيش. لماذا؟ ونجي البطوله كيما هذه اللي يكسروا الكراسي، يحرقوا المضمار تاع الملعب، تلعب
غير بالمشاكل اللي عليه محمد. لكن الصوره ليست سوداويه على الاطلاق، كاين نقاط مضيئه. اين هما؟ هذه البطوله مدت للمنتخب الوطني الجزائري وخرجوا منها لاعبين. نعم انا عارف مدت، انا عارف اللي مدت، وعلي عارف اللي كسروا الكراسه، وانا عارف كاين المشاكل في الدوري. فيها ايجابيات وفيها سلبيات. والله فيها الى سلبيات محمد، يعني خلي الدور القطري ولا الدور السعودي يجي يلعب في هذا الدوري هذا. لا من مستحيل. صافي ما نقدرش نديروا شامبيون افورك اسي سعيد، نقولوا توجور نيجاتيف نيجاتيف. علاش ما نقولوش بلي شحال في عمره بغداد؟ علاش ما نقولوش بلي باللاعبين الكبار نقدروا نبنيو شامبيونه مليحه ونغيروا احمى ما ريحوا هكا كل عام بنيو ستاد كسر ستاد الشعب ما يتسقمش، حنا ما نتسقموش، الناس كاع ما تسقمش، تقعد دائما هكذا. اولا شوف ميدو، انت لما تحكم البطوله تاعك يعني خمسه انديه عندهم شركه وراهم عليك ثمانية شركات كبرى والباقي ما عندهمش، يعني كيفاش وراه التوازن ما بين الفريقين؟ انا بالنسبه لي هذه بطوله تاع المجانين هنايا يعني. ونجح 32 سنه ايه، كيفاش راح تطور به الدوري الجزائري؟ راه ملاح في السعوديه ولا في قطر، واذا مشى السعوديه راح يكون احسن. لعب 68 مباراه مع المنتخب الوطني خلال 11 سنه يا ميدو، وعمل مع عده مدربين، علي لوزيتش، غوركيف، ماجير، رايفاتس، ليكانز بالماضي، والان مع بيتكوفيتش. رصيده التهديفي ممتاز، يعني 36 مساهمة، 6 تمريرات حاسمة، و30 هدف. لا لما يقول لك اسكو نطلعوا به المستوى تاع البطولة، اسكو كاين افون سونتر اليوم في الشامبيون ناسيونال في النيفو تاع بغداد؟ ما كاش صراحة. شكون بيتور تاع الشامبيون؟ يوسف بلايلي اللي سجل منذ فترة طويلة، نقص في التسجيل ولا في التمريرات الحاسمة أكثر. بغداد ديب لاعب شباب قسنطينة، سي با زان اتاكون. بغداد راح يطلع بغداد راح يطلع المستوى تاع البطولة تاعنا وحده. قول ميدو حبيت تدي شي حاجه القبائل خلاص. لا 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 جاسكا جاسكا انا بعيد شويه. هو حب على باله لا 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 مش حاب ندعي، ما نعرفوش اصلا، ما عنديش كونتاكت معاه. من بعد راح يطلع ميبو تاع نومي بغداد يوسف بلايلي باليش انا بالعمل السنه تلعب موديا، تروح تشوف في ليسما يا دي بون جوار، تروح تشوف سي ار بي يا دي بون جوار، منا كل ايكيب فيها اربعه خمسه، مام انت تحب تدي كوب. احنا نقولوا واه كيف الجزائر ما داتش ليك دي شامبيون صيف 2014؟ ما تديش لا ليك دي شامبيون. بريميرمون لا كاليتي دي جوار افريكان اللي راك تجيبهم، انت اوليو كو تجيب دوز طرواز افريكان ب 200 مليون في الشهر، تقدر تجملهم في لاعب واحد، تجيب لاعب واحد يدي 800 مليون في الشهر، مي بصح من بعد الفون جامي تو لاشي. يا جماعه يقعد يهضروا على 800 مليون، يقول لي ماركي 900 بيت في العام، دعونا نناقش اسباب تراجع بغداد بونجاح هذا الموسم. هل تعتقد بان تالق زميله في الفريق اكرم عفيف الذي سجل 25 هدف هو الذي غطى على بونجاح هذا الموسم؟ بونجاح بثمن اهداف بعيد مثلا عن ابراهيمي بعدد كبير من الاهداف، بونجاح بعيد عن مستوى هذا الموسم. لا حتى في الموسم السابقه محمد، الموسم الماضي ما عندوش حصيله تهديفيه كبيره بزاف بونجاح. تخيل انه هذا الموسم عنده 12 هدف، الموسم الماضي عنده 12، الموسم هذا عنده 8 اهداف، الموسم الماضي عنده 12 هدف فقط. الموسم ابراهيمي 19 هدف، بنيطو مثلا 15 هدف. نعم. أمين. اكرم عفيف 25 هدف. نعم قلت لك هذا الموسم 8 اهداف، الموسم الماضي 12 هدف في الدوري القطري، الموسم الذي قبله 13 هدف، يعني مؤخرا حصيلته من الاهداف. نعم. قلت كثيرا، ربما هذا راجع للتقدم في السن. الان بونجاح ما بقاش في عمره 28 26 27 سنه، ما كبير بزاف عامين 32 سنه، مي كومام ماشي، ما تجيبش واحد 26 27 سنه الواحد 32 سنه. كل واحد عنده حدود تاع التالق تاعو. مثلا ابراهيمي مازال قادر يزيد يسجل اهداف، وشفنا راهو يسجل اهداف كثيره، يقدم تمريرات حاسمه، حتى بدنيا تحسوا باللي طاغي على الدوري القطري، تحسوا باللي بدنيا اكبر من الدوري القطري، تحس انه قادر يلعب في الدوري الفرنسي، قادر يلعب في الدوري البرتغالي بكل اريحيه. بونجاح لا، بدنيا تحس انه تعب، 32 سنه بدا يتعب بدنيا، حتى مع المنتخب الوطني الجزائري في فترات سابقه بونجاح كما نقولوا بالعاميه كان يحرث التيران، ما يحبش يضغط. على 2019 كأس أمم إفريقيا 50% كلها الفضل يعود لبونجاح، كان يضغط على الدفاع، ما يخليش كاع الدفاعات تتقدم، يضغط يستخلص العديد من الكرات، يجبر المدافعين على ارتكاب الأخطاء. هذا الأمر مع تقدم بونجاح في السن
ما عدناش نشوفه خلاص، ولينا نشوفه بنجاح يحاول أكثر أنه يتمركز بذكاء ويسجل الأهداف. يحتل المركز 11 في ترتيب الهدافين في الدوري القطري. صحح فقط 2017-2018 صحح فقط سجل 39 هدف الدوري. أكرم حسن عفيف موجود برصيد 23 هدف. لا عفيف محمد رفيق أود العطاء. لا لا قلت نصحح 23 هدف وليس 25 هدف. ياسين إبراهيم 19 هدف، محمد بنيطو 15 هدف، أيضا عودة صاروخية لبنيطو. بنيطو أيضا عنده انتظام في المستوى محمد. نحيوه بنيطو، توحشناه من أيام كأس العالم اللي التقينا به في قطر، وكان استقبلنا ودرنا مع حوار أنا وأنا ومحمد شيخي. إنسان متواضع، إنسان متخلق، يركز بزاف على العمل تاعو، يركز بزاف على كرة القدم، حتى في الكلام تاعو إنسان يوزن الكلام تاعو. نتمنى له كل الخير، والله غالب بنيطو شوية كما نقولوا انفجر في سن متقدمة، وإلا كان قادر يزيد يقدم. كل التوفيق والنجاح لبغداد بنجاح.